الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثات مشتركة مع نظيره البرتغالي، ووزير الصناعة نسعى لتحويل لشبونة محور للصادرات المصرية لأمريكا الجنوبية. والرئاسة تحذر من صفحات تواصل اجتماعي مزيفة باسمها. وتحقيقات النيابة، ضباط مفصولين استهدفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي كانوا ضمن فريق التأمين. ومجلس الوزراء يلتقي وفد برلماني لبحث تداعيات أزمة النوبة، والمشير طنطاوي يشارك في احتواء الأزمة. والبنك الأهلي يعلن 92 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار البلاتينية منذ طرحها حتى الآن. ولجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على أموال نقيب الصيادلة السابق و46 آخرين.